بيها. دعية خلاص أصلا. لا والله ما تسكتني أنت. أبلا والله لسانك طويل. يا وي طول. شوعية خلاص أصلا. لا والله ما سكتني أنت. أبلا والله لسانك طال يا شوعية سكيت. يا وي طول وأنت تعاندني وتعاملني كذا. شوعية أحسن لك والله مو بصالحك هذا الكلام وذا الفعل. يمة خوفتاني أنا مرة متأثرة كسرتها بخاطري. لو انك حرمة وبنت امك لا تهرب بني ذا قمتلك. ماني هاربة بس انت او انك رجل وقدك كلمتك يقوم. شعري فك يدك. انت فك اول شي بعدين افك وانت فكي. ما احسن لك بط. والله ما دخل. ما احسن. يما. بط دبخني بخني دلع. يعني والله ما ادري ما اقول من فين ابدا وكيف اتكلم واساسا انا ما نمي استوعب اللي صار. والله الا بده مو انا يا حسن. بس انت اللي مسوي نفسك كيو علي. مالي بنتي ياوه. بس خلاص ولا كلمه. احترموني انا اقل شيء. اذا انتم ما بينكم احترام احترموني انا. خلاص انا تشوف اني اضحك معاكم ثم قاطع وكذا وانكد بس الشيء اللي انتم تسويتونه هذا ما ينسكت عنه وبتشوفون مني وجه ثاني. يعني كفايه اللي تمر في قناتنا من نقص في المشتركين وغلبهم ما يتابعون مقاطعنا ولا ينشرون المقاطع ولا حد يعلق ولا حد يحط لايك ولا اذا شافوني في الشارع يقولون والله انكم ما تنزلون. ما علينا هذول حسابهم بعدين نرجع لهم. المهم دحين انتم عادكم صغار الجيران يسمعون اصواتكم وانتم مضاربة خير. لا احسن نقلب من بيت حلبة ولا ما يقول. اقسم بالله ها شوفوني اني اقسمت ها بعد صلاة العشاء اليوم لو عادكم ما تصالحتم ليقع علمة ثاني. يلا قوموا من عندي هيا. وانتم والنهاية معاكم مو هذا الدعم الخايس ولا خلاص ماشي فايدة فيكم لعد حد يسوي شيء. وانت اللي تتابع مقطع الغى الاشتراك واطلع من المقطع افضل لك. سلام. قال حسن مو السالفة. انت بدت مو شغلك. مو انت نقل علوم بيني مو بخبر. جبران اقسم بالله لو ما تعدي على خير لو وريك من اللي نقل علوم على قولتك. خلاص لا تعصب هديها. بروح عند واحد ينقل علوم جديد وثقة. انقلع. ها بشر صالحتهم ولا لا؟ ايوه حتى هو راح يجيب الهدية. ايوه كذا الواحد يقدر يعيش معاكم مع هذا العائلة مبسوطة وهادية. طيب وانت؟ انا مالي. حتى متى بتعيش كذا؟ لا زوجة ولا ولد يحمل اسمك ولا شي. يعني مو ناقصك شي. فلوسه معك في البنك ادري. لا تسوي نفسك مطفر. ارحم روحك. انت تشوفين كذا يعني اتوكل على الله. انت بس اجزم وابشر ببنت الحلال. بس انت عارفة شروطي صعبة يا شوعية. حسن على شروطك هذه رحت ما اعرف اما لا يعلي وجهك. هل وجهك يستاهل هذه الشروط؟ طويلة ونحيفة وصمرة وشعرها طويل وحلوة ومتعلمة. خير من زينك انت. احمد ربك لو لقيت وعدة راضية فيك. طيب عطينا وقت افكر وارد لك خبر. هذا زواج هذا مو لعبة. بكيفك انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. بما انك لقال علوم بين ما اللي صاير في البيت وانا ما ادري. اول شي عيب عليك تقول لامك هذا الكلام. ومو بس امك. لا هذا الكلام لاي حد لا تقوله عيب. وثاني شي لو انك مهتم وعايش معانا في هذا البيت زي الاوادم كان عرفت ما اللي صاير هنا. يبدو اني جبت العيد بنفسي. خلاص انا مالي دخل فيكم.
والله صادقة شوعية، أنا لازم انتبه لنفسي، خلاص العمر ما عادوا زي أول، كبرنا ولازم ولد أو بنت تحمل اسمي أو يحمل اسمي، أقل شي أمي تفرح فيني. أخوي لو سمحت أحد تقدم لي بخدمة بعينك؟ تفضل تحت أمرك قولي. أنا جديد عندكم هنا بهذا الحي، وأبي أعرف أقرب فرع عندكم ينكم فيه. في هنا كافي قريب على طريقك في مزاوية، بس ترين قهوة مهفن كلها ملعبها، وشي حامض وشي حالي وشي بارد كأنه بارحي وشي حار يمزق خشمك وكذا. والله ما أدري وش تقول أنت، لكن حبيت لقيتك كيوت، شكرا لك. يطلع في مجريدة في قناة سهيل واخبار السعيدة، ذي تحياتي أرددها قصيدة لجلكم أحلى سلام، من ربا حي الصفا حتى العشيمة أعكس الشارع من أملفم قديمة، سيدي يا جيزاني يا فل مرديمة في الحلا مالك وصيف، يا أهيل الحب يا أحباب أنسي أنتم الإحساس والعطر الرومانسي، طيبكم أحلى من مقشطم جلكسي، كل عام وأنتم بخير. أقسم بالله يا علم عقدرت يا جوز أذكر الله أسمعها ريته. آه يا علي أرد طير يطير وريحته حالي، ويقدر يرى في النهار وفي الليل. أفا برق ورني بهذا الطير. لا معلش الطير هذا محجوز. طيب ما هو المطلوب مني؟ انت خلك بس جاهز في اي لحظة، اقول هيا تيجي معايا. تمام. والله اني ما مرتع لك يا حسن، كذا فجأة بدون اي مقدمة في ليلة ويوم تغيرتها وتبغى تزوج، لكن الله يوفقك يا حبيبي وابشر بوقفتي معك. كفو هذا العشم فيك، رجل وسيدما واقف. جبران عاد استشيرك في حاجة؟ لا الله لما؟ الموت بالوقت الحالي لك عليه. الوقت الحالي ولا وقتم حامض؟ قال حسن روح أرقد، الوقت متأخر. عسى كيف، ترى أنا خالك مو واحد من زملائك، قمت عدل وطالع لي وأنا أكلمك. لا يا أخي لك أنت احترامك، لأني ما احترمك ولا عزك، كان ما عاملتك ولا تكلمت معاك كذا زي أصحابي. اوه يا اخي انت مصري تعرف كيف تختارم كلامهم حلو. تدين انه انت في بالي من ذاك اليوم، من يوم ما انت ضايعة وقلت انت بغينا مكفي، وانت والله في بالي وليها فترة قلت اش اتوقع لهم مستحي، اصلا قلت كيف كبر رقمها طايح، يمكن ضيع له يمكن شي بعدين، فهمت انك تشني. الله يعطيك العافية، والله انك انت متردد لكن جمعت قوايا وقلت والله دق على عيلة ماتش. أنا أصلاً مصدومة كيف سويت كذا؟ والله ما أعرف، بس يعني يدخلين أجرب، يمكن يضغط معايا وأخذ ابن حلال وهذا اللي بيصير. ترى لا يغرك جسمي متين وكرشة، لا فاتك قبلك انت رياضي ومسيطر على الكل، بس لا تخافين الان انا متبع رجيم الكيوي تيو الكيوي المهم وتمرين بسيط وارجع زي اول واحسن زيده. لا يا روحي اسمع، رجيم الكيتو او نظام الكيتو اسمع، لا خليك كذا، انا حبيتك كذا وراضية فيك لانك زي ما انت. وسيدة هذا الضحكة الحالية. طيب انت ما اسمك؟ انا اسمي لمار. عاشت الاسامي يا لمار. حسن الحين صدقي انت تحبني وتبيني من حلال؟ يا وصادق.
طيب يلا حول المرحلي عشان أصدق إنك تبيني وتحبني. كم مهرك طيب؟ 80,000 قبل الشوفة الشهرية يعني مقدم، و80,000 بعد الشوفة الشهرية حاضر غير باقي التكاليف. الله، قولي غيرها. يعني أنا ما أستاهل؟ دحين حول لك بروحي عنك. طيب خلاص أنا بعدين أكلمك بوجع. تمام انتظرك ما رح أنا. حسن، ما تحس انك استعجلته؟ استعجلتك كيف؟ وف ما استعجلت؟ انك بيتين ركب اللمبات اللي في الشارع. طيب يمكن ما يوافقون، ما دراك؟ لا ما عليك، كل امور تمام. الله يدم يملكم على خير. هيه ترى كثير منكم يسأل عن فرح. فرح بخير وموره طيب، بس قررنا انه ما نطلعها معانا في كل حلقة، يعني تطلع معانا في بعض الحلقات حفاظا عليها من العين، واحنا اذا جينا نصور لكم المقاطع نخليها عند المساعدة المنزلية، واذا خلصنا تصوير اخذناها وبس. حسن دحين انت معرفك عليها؟ انا اصلا ما قد شفت وجهها، بس رأيتها وهي مجنبة من عندي كان ضايعة في مشارع، وقلت اساعدها. ولا حتى قد شال رقمها واكلمها كل يوم، وقد حول لها مهر 80 قبل الشوفة الشرعية و80 بعد الشوفة الشرعية. هروب. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن انا ما نوافق يعني كوع متين وما يحب المتان انا. الله، طيب فلوس رجعي. يلا بكلا. Stranger, reaching out, I call your name.